ففينكم من ده يا جماعة؟ أنا بحس إن النادي الأهلي بيتعامل بكيفية وبأعباء وبمشغول ببعض الأمور مش مفترض تبقى أحادية أبداً أبداً. لا تستقيم الرياضة هكذا ولا يستقيم الوضع هكذا. مطالبات بتحكيم في بيانات، مطالبات بتحديد مواعيد بطولات، حاجات كتيرة جدا هتفهموا قصدي فيها لما نروح ونشوف كلام كابتن محمود الخطيب عن الرياضة المصرية، ونرجع نربط اللي قلناه ده بالكلام اللي هنقوله بعد الفيديو. وهنا اسمحوا لي بقى ان انا اقول حاجة، حاجة جوايا يعني محتاجة ان انا اتكلم مع كل المسؤولين عن الرياضة في مصر فيها. يا جماعة، الدنيا حوالينا بتتغير وبتتطور بسرعة جدا، واحنا محتاجين نتحرك، محتاجين نفكر، احنا كده ممكن الحقيقة يفوتنا حاجات كتير ونتعطل اكتر. انا بتكلم عن الرياضة المصرية بشكل عام. مش معقول مثلا، ده مثال، مش معقول الاتحادات الرياضية بقى اعتمادها الأول، كل الألعاب اعتمادها الأول ويمكن الوحيد حسب معرفتي يعني في مواردها على الأندية، مواردها على الأندية، مواردها من الأندية، والأندية في نفس الوقت بتبحث عن موارد، الأندية نفسها بتدور على موارد. يا جماعة لازم يكون في أمور لازم نعالجها بسرعة، الأمور بتتصعب وده أمر يقلق القطاع الرياضي كله وخاصة الأندية الجماهيرية، الأندية الشعبية. لازم تكون في قرارات أو مقترحات عاجلة يتم تنفيذها علشان نساعد الأندية الشعبية، وكمان نواكب التطورات اللي بتجري حوالينا واحنا ما زلنا زي ما احنا. طيب الكلام ده يا جماعه انا في رايي هو اهم كلام من مسؤول رياضي في الرياضه المصريه خرج في الاسبوعين الاخر، يعني اخر اسبوعين منذ كلام، وانا بعني الكلام ده وبتكلم بشكل واضح، الاستاذ وليد فراج اللي اتكلم عن الدوري المصري او الكره المصريه. ليه؟ لان طبيعي تزعل، وطبيعي لما حد يسمع يعني الكرة المصرية وما لها من إرث وما لها من تاريخ طبيعي الكلام يضايقك. ولكن بصوا يا جماعة، في مدرستين في الإدارة بل في الحياة عموما، إما أن أنت تدبدب بقى برجلك وتطلع تقول وتتكلم عن ماضي وتتكلم عن بعض الأمور وتبدأ تقول كلام أنا مش ماسك فيه واقع، أو أن أنت تواجه نفسك تقول آه الكلام ممكن يضايق بس أنا بفكر بداية الإصلاح منين؟ بداية الإصلاح مش في ردود كلامية، بداية الإصلاح في إن أنا أشوف إيه الخلل اللي عندي. ده أول تصريحات رسمية تشير، وهي ليست رد بإطلاقا، نحن نحترم الجميع، ولكن أنا بقول الربط بما يستدعيه الكلام من مواقف رياضية مفترض يكون إيه؟ هل حروب كلامية؟ هل نعرات؟ وهل شعارات؟ ولا هل يستدعي ان انا ابص للبيت من الداخل الرياضي وضعه ايه؟ وده اللي حصل. تصريحات رسميه مباشره وكانها رساله لكل مسؤول في الرياضه المصريه. احنا فين؟ احنا زي ما قال كابتن محمود الخطيب، كان حواليك قطارات بتتحرك بتسبقك وانت مش حتى ماشي ببطء، ده انت بترجع لورا. بص لنفسك بجد. بص فين العيوب، بص على مستوى كل حاجة، من أول ملاعب لتصوير للوائح لتحكيم لكل الأمور، لقصة التعامل مع أندية في مديونياتها، لقصة التعامل مع لازم يكون في قاعدة مالية واضحة لكل الأندية، لازم يكون في التزامات من كل الأندية بنفس القدر، وده الفير بلاي. ما تحطش علي أنا كنادي أهلي أعباء فيما يخص سداد مديونيات أو غيره، وبعض الأندية لا تخضع لنفس الالتزامات أو تخضع لاستثناءات، مش هنروح لقدام. ونظرية إن إحنا يا جماعة بنيجي الناجح فأنت راجل ناجح. أنت عايز مننا إيه أنت راجل ناجح؟ مع نفسك، بل بالعكس في بعض الأوقات
ممكن انت تدفع ثمن نجاحك. على الجانب الاخر، اصل ده عنده فشل فانا مطالب ان انا اساعده او احتويه، مش صح. الناجح يقدر على نجاحه، ومن حقق اخفاق او فشل يدفع ثمن ده. انما يا جماعه مش معقول يبقى نشوف مديونيات الاتحادات متعثره في سداد فلوس الحكام، متعثره في سداد امور كتير جدا، متعثره في تطوير اللعبه نفسها. وعلى الجانب الاخر، طب هل الانديه اللي عليها مديونيات دي كيف وجهت مديونياتها؟ لا، ده في عقود بارقام فلكيه وانتاجيه صفر. هتقول لي هو حر في عقوده، صح، والله صح، هو حر ويجيب ويمشي ويقعد ويعمل عقود بال 400 وال 500 مليون، هو حر. انما في نفس الوقت يبقى بيدفع التزاماته. لو ده ما بيحصلش يبقى في خطا، غير التحكيم، غير موعد مباراه السوبر يا اسامه، اللي نفسك انت كنادي بتوصل رساله، بس انت مش عارف انك اصلا اتحاد الكوره يسيبك لتاني مره تخاطبه وفي خطابات. انتوا فاكرين الخطابات دي بتقلل من النادي الاهلي انه يخاطبك مره وثانيه وثالثه ورابعه وعشره؟ لا، دي بتقلل منك انت قدام الكل، يعني الاتحادات بتاعت كره القدم، ان عندك خلل. وانا بقول لك واحد زي كولر ده، انا بشوف ان المسؤولين في النادي الاهلي لا بيشعروا بالخجل من وضع الرياضه المصريه ومن وضع اداره الاتحادات قدامه. يا اسام لما يجي يسالك انا عايز مواعيد واضحه عشان احط البلان بتاعتي، بترد تقول له اصل هخاطب اتحاد الكوره، يرجع يقول لك عملت ايه؟ اصل هخاطبه تاني. ايه ده؟ للاسف، للاسف هي زي ما قلنا هي اراده مش موجوده. والحقيقه انا يعني مش عارف اقول ايه الاسباب اللي بتخلي اتحاد الكره حتى هذه اللحظه رافض ان هو يطلع عقوبه نادي الزمالك في مباراه السوبر. ليه دايما كل جهه بتتعامل مع نادي الزمالك بتتعامل معاه بشكل استثنائي بحت؟ والغريب ان لا انديه الاسماعيلي ولا انديه الاتحاد ولا انديه المصري ولا الانديه الشعبيه دي بتطالب انها تتعامل معامله نادي الزمالك. صحيح. يعني هم عندهم تعثر، هو دايما شايف مشكله ان النادي الاهلي بيحقق بطولات. مش في سكتة. حبيبي انت عندك تعثر، انت نادي الزمالك عنده التعثر ده بالمليار ويفوق المليار، ايه اللي بيحصل معاه؟ انت ما بتطلبش بقى ليه تكون زيه؟ او اقفل بقى، ما هو انا مش هقدر اتحمل الزمالك والاسماعيلي والمصري والمحله وكل الانديه الشعبيه. الحقيقه انا قلتها مره واثنين وثلاثه، يا بخت جماهير الزمالك ان هم لم يلقوا مصير الترسانه. بينهم شارع يا جماعه، بينهم سور. كل ما هنالك ان مسؤول هنا كان زملكاوي عن اتحاد كره القدم اختار ان اللي ينافس النادي الاهلي هو الزمالك، فراحت الترسانه. لكن لو احنا طبقنا لوائح وقوانين البقاء للاقوى، يبقى في عداله على الكل. تعالى بقى انت كلمني عن عداله منافسه، تعالى كلمني عن عداله تحكيميه، تعالى كلمني عن تطبيق لوائح وقوانين. لكن انا كنادي اهلي باجي في بدايه الموسم تعاقدت مع بعض اللاعبين وعندي قائمة أولية بيتم تسجيلها، فالمفترض بدفع الرسوم دي في الاتحاد المصري لكرة القدم. بلاش النادي الأهلي يا سيدي. نادي زي الإسماعيلي، زي المصري، زي الاتحاد، اللي هم ما بنسمع لهمش أي صوت في قصة المشكلات دي أو الاستثناءات دي. أنت دلوقتي كنادي اتحاد أو نادي مصري، أنت النادي المصري ما قدرتش تسجل قائمتك الأولى وأنت عندك مباراة أمام النادي الأهلي في مسابقة كأس مصر إلا لما دفعت الرسوم. بتسمع في نادي الزمالك أعضاء لجنة وأعضاء مجلس ما بين ذلك وذاك بيطلعوا يقولوا لا احنا مش هندفع حاجه. ايمن يونس طلع على قناه نادي الزمالك قال كلمت عمرو الجنايني قلت له ولا جنيه هيدفع، هسجل القايمه بتاعتي. وده كان التصريح المؤدب المحترم. بس اللي هو ما فيهوش خروج عن النص. بعض المسؤولين بيطلعوا ده انت هتأيد غصب عنك وعايز راجل بشنب يقف ضد القايمه بتاعتي اللي هتتأيد من اللاعبين. فانا مستغرب جدا الناس اللي مسؤوله في الانديه الشعبيه، انتوا ازاي قابلين الوضع ده؟ يعني ليه قابلين الوضع ده؟ انت ليه مش عايز تطبق لوائح وقوانين؟